بصوا يا جماعة، تفريزات رمضان بصل هنحطه في الخلاط ونضربه في الكبة. عاوزة اوريكم بس البصل انا معاملاه ازاي، فرمه ازاي، مش فرمه ناعم قوي يعني خشن وحلو. تفريزات رمضان ده طبعا مهمة جدا يا جماعة، هتريحنا كتير في رمضان ان شاء الله. وهنحط عليها شوية زيت كده، نرشها حلو بالزيت عشان ده الزيت ده اللي هيحفظ علينا. نقلبها حلو قوي قوي عشان كل البصل يشرب بس من الزيت اللي احنا حطيناه. وبراحتكم بقى حطوا الكميات اللي انتوا حابينها في كل كيس اللي احنا هنستخدمه. هشوف انت الكمية اللي انت هتستخدميها تطلعيها للطبيخ بتاعك للمحشي اللي انت عاوزاه. انا هستكفى بالكمية دي، وهنشوف في الاخر لما واحنا بنقفل الاكياس. حلوة قوي، فكرة جميلة قوي هتعجبكم. بصوا يا حبايب قلبي، دول كانوا 2 كيلو بصل، عملوا لي 7 اكياس بالظبط اهي زي ما انتوا حضراتكم شايفين. وهنشوف التقفيلة مع بعض بالظبط عاملة ازاي. بس ما نفردها كويس قوي ونطلع اي حاجه في الكيس. نفردها حلو قوي زي ما حضراتكم شايفين، طلعنا كل الهواء اللي في الكيس طلعناه حلو قوي. وبنيجي من المكوة العاديه اللي هي بتاعه اللبس اللي احنا بنكوي بها اللبس، ونروح عاملين كده كده كده. مش عارف يقفل الكيس ويبقى فيه هوا ممكن يبوظ معانا التخزين البصل. وهنفرز معاكم البطاطس ان شاء الله ونشوف مع بعض. كل الهوا اللي في الكيس احنا بنطلعه الاول، ونروح دايسين كده، دايسين جامد كده كده كده. متقفله حلوه قوي قوي وما فيهاش اي هوا ولا فيها اي حاجه، ولا هتفتح مننا ولا اي حاجه، ولا البصل يبوظ ولا اي حاجه منها. وهنعمل الكميه كلها ونوريكم في الاخر.